الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته لمصر ويتمنى العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، مادبولي يؤكد تسلم مصر شريحة ثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. إيران تشيع جنازة هنية قبل نقله إلى الدوحة بالتزامن مع اجتماع لفصائل فلسطينية يمنية لبنانية عراقية في طهران لبحث الرد على اغتيال رئيس حركة حماس. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وقد دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الإماراتي في جولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة، وفي ختام الزيارة ودعا الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد من مطار العالمين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة خاصة لمصر، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما اصطحب السيد الرئيس أخيه الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العالمين الجديدة، زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة. السلام عليكم. معانا ضيف عظيم وكريم جدا جدا الشيخ محمد، اسمحوا لي ده احنا نرحب بيه ونشكره ده هو يعني خد من وقته وسمح لنا ان احنا نيجي ونقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم. هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصر الكبير بمطار العالمين، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تسلمت اليوم الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 820 مليون دولار. وخلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيلته الجديدة، جدد مدبولي أن هذا التطور يعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن. الاجتماع شهد أيضا استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي. We'll be right back.
صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، وأن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين. وخلال لقائه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، وأنه حريص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم. كما أضاف مدبولي بأن الحكومة تعمل على تسريع الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية لاتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. من جانبه، صرح الوزير السعودي خالد الفالح أنه على مدار يومين جرى العمل في العلمين الجديدة فيما يشبه خلية نحل مع الوزراء المصريين المعنيين لبحث الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، لافتا إلى أن هناك توجها بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر، وتوجه بتحويل ودائعهم في مصر إلى استثمارات. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة مع الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات العسكرية. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية. وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين. من جانبه، قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخريج أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكليات العسكرية. الكلية الحربية الكلية البحرية الكلية الجوية كلية الدفاع الجوي الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية. هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقا لأرقى النظم العلمية الحديثة. مناهج دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدما. يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
يحصل الضابط خريج الكلية الحربية على بكالوريوس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الأسكندرية. يحصل الضابط خريج الكلية الجوية على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج كلية الدفاع الجوي على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكاترونكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة. يحصل الضابط خريج الكلية الفنية العسكرية على درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح. يحصل الضابط خريج الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية كل في تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجناد الأرض. الواجب الواجب الشرف الشرف الوطن الوطن. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. نشرت وزارة الداخلية خدمات أمنية ومرورية على الطرق المؤدية لمدينة العلمين الجديدة مع توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والجوازات. يأتي ذلك لكثافة إقبال الزائرين على المدينة وتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. تتمتع مدينة العلمين الجديدة بإطلالة ساحرة على البحر وبإمكانيات سياحية كبيرة تجذب الزائرين إليها، ومع تواصل فعاليات مهرجان العلمين وما تشهده المدينة من إقبال للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على طول الطرق المؤدية إليها لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته معانا العظيمه في كل مكان، والامن والامان اللي احنا فيه. الدنيا يعني منظمه جدا، الطرق في فرق رهيب قوي عن السنين اللي فاتت، الاشارات، الكاميرات المراقبه، السرعه متحدده، بحس بامان وانا ماشي في الطريق، لا قدر الله حصل اي حاجه الامن موجود والشرطه موجوده، والطرق الكويسه اللي احنا نقدر نمشي عليها ونفتخر بان احنا مصريين. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية متنوعة تشهدها مدينة العلمين، وإقبال كبير من الزائرين للاستمتاع بهذه الأجواء الصيفية. ومعها نشرت وزارة الداخلية الخدمات الأمنية والمرورية بالمدينة، والتي تضم عناصر من الشرطة النسائية ليحظى مرتاد المدينة بمزيد من الأجواء الأمنية التي يستمتع فيها الجميع بإجازاتهم. شيء لطيف ان انت تبقى ماشي، انا كبنت شايفه حد بيحميني راجل وست ومنتشرين بشكل جميل جدا. اهتمامات الرئيس السيسي كانت في المقام الاول ان الامن والامان دي نمبر 1 من اولوياته لحمايه المواطنين. مبسوطه جدا بتواجد الامن دايما هنا في العلمين، والتواجد الامني ما بقاش بس في العلمين، بقى في مصر كلها، هم دايما بيحمونا. افراد الامن في المناطق كلها موجوده، الدنيا امان، الاولاد الصغيرين يعني ماشيين براحتهم، ما نبقاش قلقانين من اي حاجه، التواجد الامني صراحة ممتاز يعني. ونظرا لإقبال المواطنين على مدينة العالمين الجديدة والكثافات التي تشهدها المدينة، حرصت وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الشرطية الجماهيرية لمرتدي المدينة والمقيمين بها من خلال سيارات الخدمات المتنقلة والتي تقدم خدمات الأحوال المدنية. كما استحدثت الوزارة سيارات متنقلة لتقديم خدمات الجوازات والهجرة والجنسية. كنت في العالمين فعديت لقيت العربية الأحوال المدنية واقفة، بصراحة الموضوع سهل جدا وما خدش 3 دقايق يعني. كل الإجراءات سهلة وسريعة بصراحة،
وفي تطور، في تطور في الاحوال المدنيه، في تطور في موضوع ان احنا نطلع البطاقه بتاعتنا بسهوله جدا. قدرت ان انا اجدد الجواز بتاعي. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الجميله والحاجات الحلوه اللي هو بيقدمها لنا. وشملت سيارات الخدمات الشرطية المتنقلة خدمات تراخيص السيارات، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من زوار المدينة والمقيمين بها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين في كل مكان. أنا جيت النهاردة أجدد الرخصة بتاعت العربية، الخدمة فوق الممتاز، ما خدتش 10 دقايق تقريبا، سهلت علينا الأمور وسهلت علينا تخصيص الأوراق. منبهر جدا بالتطور سواء في الأحوال المدنية سواء في الجوازات او سواء حتى في خدمه المرور، لان ده بيحسسنا ان في اهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان هو ازاي يسهل على المواطنين حياتهم، ان هم يطلعوا اوراقهم الرسميه، ان هم يخلصوا اجراءاتهم في اسرع وقت. وترصد غرفه العمليات بمدينه العالمين الجديده الحاله الامنيه على مدار الساعه، هذا في وقت تواصل فيه الخدمات الامنيه والجماهيريه التي تقدمها وزاره الداخليه العمل على توفير الاجواء الملائمه للمواطنين للاستمتاع بالمناظر الخلابه والإطلالة التي تتمتع بها مدينة العالمين الجديدة. ماشيين براحتنا، مبسوطين، حاسين ان احنا في امان. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الامن والامان اللي احنا بنعيش فيه، وعلى المدن الجديدة اللي انتشرت على ربوع البلد. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، آخر تطورات مهرجان العالمين وما يقدمه في نسخته الثانية. أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا نتابع الفعاليات المستمرة لمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. ربما الاستعدادات اليوم تتم على قدم وساق لاستقبال الفعاليات المتنوعة اليوم وغدا. اليوم بالطبع يعني كنا نتابع منذ صباح هذا اليوم في منطقة اليو أرينا الاستعداد للحفل الكبير اليوم، وهو كأس التسعينات الذي سيضم عدد كبير من المطربين المصري وأيضا يعني عدد كبير من النجوم الذين سيتواجدون في هذا الحفل. وهناك استعدادات خاصة تتم على المسرح الخاص باليو أرينا وتجهيز أعمال الإضاءة والصوت وغيرها من التجهيزات المختلفة، لأنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير في هذا الحفل المتميز الذي يعيد الذكريات إلى الماضي وإلى الأغاني المختلفة لكل المطربين الذين سيشاركون في هذا الحفل: حميد الشاعري، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وهشام عباس. فبالتأكيد يعني تجهيزات تتم على قدم وساق في هذه المنطقة. أيضا المنطقة الأخرى المجاورة التي تجهز التي تستعد أيضا لاستقبال أولى مسرحيات مهرجان العالمين الجديدة، وهي مسرحية الشهرة للمخرج خالد جلال، ستكون على المسرح الروماني اليوم في المدينة التراثية. وكنا نتابع البروفات التحضيرية لهذا العرض المسرحي الذي سيستمر لمدة 3 أيام. هذه التجهيزات
التجهيزات والتحضيرات كانت بحضور وزير الثقافة، بالإضافة أيضا إلى التجهيزات التي تتم هنا في المنطقة الشاطئية. أرى من أمامي التجهيزات للأنشطة للأطفال والأنشطة المختلفة التي بالطبع تستعد لاستقبال مهرجان نبتة، ومن خلفي يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من المنطقة الخاصة التي ستستضيف مهرجان نبتة خلال هذا الشهر، بالإضافة بالطبع إلى بعض الفنون الشعبية والحفلات الفنية الشعبية التي ستستمر على مدار هذا اليوم، وربما في مساء هذا اليوم سيكون هناك بعض الأنشطة الثقافية لوزارة الثقافة من الفنون الشعبية والتنورة وأيضا أعمال السيرك القومي. نرى تجهيزات تتم على قدم وساق في كل الأماكن التي تستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وربما نتابع يعني منذ الأمس حركة الإقبال على الأماكن المختلفة التي تستضيف هذه الفعاليات، منها الشاطئ العام الذي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواطنين. ربما منذ صباح هذا اليوم ومع أولى ساعات الصباح كنا نتابع الإقبال الذي يبدأ في ساعات صباح هذا اليوم على هذا الشاطئ للاستمتاع بالطبع بأجواء مدينة العالمين الساحرة والجميلة. وأيضا سيكون هناك غدا حفل الفنان رامي جمال، بالإضافة إلى انطلاق بعض البطولات الرياضية منها كرة السلة لذوي الهمم، وأيضا استمرار أعمال كرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى بعض الرياضات الأخرى التي ستستمر هنا في المنطقة الشاطئية وغيرها من الأماكن التي تستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديد. فعاليات ترفيهية مختلفة. الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة. أجواء احتفالية مفعمة بالجمال والتنوع تعيشها مدينة العالمين الجديدة، ما بين فعاليات رياضية وفنية وثقافية مليئة بالبهجة والجمال. وعلى المسرح الروماني قدم كورال مركز تنمية المواهب الأوبرا عرضا فنيا ضمن فعالية المهرجان. سهرة فنية غنائية تفاعل معها جمهور المسرح الروماني بالمدينة التراثية. سهرة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا قدمت باقة من أشهر الأغاني ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة دي أول مرة أجي فيها العالمين، بس الحقيقة انبسطت جدا، المكان في غاية الروعة بصراحة. أول مرة أجي بجد، فخورة جدا إن أنا جيت النهاردة. الحقيقة أحلى من اللي أنا كنت متخيلها بكتير، واتمنى كل زمايلي يجوا بجد، وفخوره ان انا كنت جزء من النهارده. ما شاء الله كميه مواهب بطريقه يعني درجه خلتني انا افرح. تمام، احنا جايين طبعا نشوف مواهب مصر بصراحه ما شاء الله، وانا لا مكان تحفه جدا جدا، تجهيزات اداره كل حاجه ما شاء الله بجد. وشارك طلاب الجامعات في فعاليات المسرح الروماني وتفاعلوا مع أغاني متنوعة مثل الليلة الكبيرة ولولا الملامة وطاير يا هوى، وأبدى الطلاب إعجابهم بأجواء الحفل وتنظيمه. التنظيم كله بتاع الحفلة بيرفكت بجد، وأكتر حاجة عجبتني إن المشاركة بتاعة الطلاب والتنظيم بتاعهم، يعني كل حاجة متنظمة حلوة تحفة بجد بجد تحفه. انا جيت قبل كده والاجواء ممتازه بصراحه، واليوم ماشي حلو من اوله وكل حاجه تمام. يعني الاجواء جميله جدا جدا جدا، المنشات روعه جدا، المسرح الروماني حاجه جميله جدا، الاحتفاليه جميله، دار الاوبرا الصراحه عامل شغل عالي قوي، الاجواء روعه الصراحه حاجه جميله. لا لا منشات جميله والبلد جميله خالص. ويعد مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة في دعم الشباب واكتشاف مواهبهم، والذي يشارك بتقديم مواهب شابة في الغناء والعزف ضمن الفعاليات الثقافية بمهرجان العالمين. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن.
استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة. وركزت المناقشات على تطورات أزمة غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وسبل خفض التصعيد في المنطقة. استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره القبرصي كوستانتينوس كومبوس. وناقش وزير الخارجية التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة اتصالا بالحرب في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على سيادة لبنان والتصعيد الخطير المرتبط بزيادة وتيرة الاغتيالات. ومن جانبه أشاد وزير خارجية قبرص بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة. أكدت حركة حماس أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات جناحها العسكري المتمثل في كتائب القسام هو شأن خاص بالحركة، مشيرة إلى عدم إمكانية تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أي أطراف أخرى. يأتي ذلك في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي. وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أن القضاء على محمد الضيف تم خلال غارة جوية على منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 13 من شهر يوليو الماضي. قالت مصادر لرويترز إن مسؤولين إيرانيين كبار سيجتمعون في العاصمة طهران مع ممثلين لفصائل حليفة من دول أو من عدة دول لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وأوضحت مصادر للوكالة أن ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين وكذلك قوات الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة عراقية سيحضرون الاجتماع، حيث سيجري المجتمعون تقييما شاملا لإيجاد أفضل وأكثر الطرق فاعلية للرد على إسرائيل. وكانت إيران والفصائل الفلسطينية قد توعدت بالرد على اغتيال هنية، كما توعد حزب الله بالرد على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر. قال متحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لأي احتمال بعد تهديدات من إيران وحلفائها بالانتقام لاغتيال قادة كبار من حزب الله وحركة حماس، وسترد بقوة على أي هجوم. وأضاف في إحاطة للصحفيين إلى أن أي عملية ضد إسرائيل ستكلف ثمنا باهظا جدا كائنا من كان، مرددا تهديدا مماثلا أطلقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء. شيعت إيران جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأقام المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران. ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان جوا إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يقيم هنية بشكل رئيسي من أجل إقامة مراسم الدفن غدا الجمعة. روزي مردان عاشق می شود بشك امروز بخود می بالد مسجد الأقصى. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد أكثر من 10 أشخاص إثر استهداف قوات الاحتلال مدرسة لتأوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وفي الأثناء أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 39,480 شهيدا، بالإضافة إلى 91,128 مصابا منذ 7 أكتوبر من عام 2023. وفي بيانها اليومي وفي اليوم 300 من العدوان، أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين بحق المدنيين في القطاع أسفرت عن وصول 35 شهيدا و55 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول عدد كاف من شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. وسمحت قوات الاحتلال لعدد ضئيل من الشاحنات بالدخول إلى القطاع، ذلك بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمدنيين في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، نجدد بكم الترحيب مرة أخرى، ولكن هذه المرة من قلب مدينة العريش وبالتحديد في محيط المركز اللوجستي للهلال الأحمر. هذه النقطة التي تمثل نقطة استقبال كبيرة للمساعدات التي تأتي من جميع دول العالم لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومن خلال متابعتنا لحركة الشاحنات في معبر رفح، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح فقط إلا لعبور 24 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ودوائية وطبية من العبور من منفذ كرم أبو سالم. وبالفعل هذه الشاحنات عادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح البري بعد أن قامت بتفريغ حمولتها، هذا بالإضافة إلى وجود 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل غاز وسولار، ليصبح يعني عدد الإجمالي من الشاحنات اليوم يعني اقترب من 35 شاحنة. بالتأكيد هذا عدد لا يتناسب يعني بشكل كبير مع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق. كنا على مدار الأيام القليلة الماضية كنا قد تابعنا يعني الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم تسمح لدخول عدد كبير من الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية، حتى وصل في هذه الأيام إلى أن عدد الشاحنات التي سمحت لها بالعبور شاحنة واحدة فقط وكانت تحمل غاز. إذن نحن أمام إجراءات تعسفية كبيرة وأمام أيضا إجراءات تعنت كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، على الرغم من التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ومنها منظمة الأونروا من أن يعني نقص المواد الغذائية وشح الأدوية يعني سوف يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الكارثية أكبر مما هي عليه الآن. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مباحثات مصرية أمريكية في القاهرة لبحث حل الأزمة السودانية، وعبد العاطي يشدد على ضرورة الإسراع بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين. استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بمقر وزارة الخارجية توم بيرالو المبعوث الأمريكي للسودان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أعرب عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة حيال جهود حلحلة الأزمة في السودان، مستعرضا أبرز الجهود التي تبذلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق. وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان. وقد شدد وزير الخارجية على أهمية الإسراع بالوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين السودانيين، والتي تم التعهد بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وخلال الاتصال أوضح الوزير عبد العاطي لنظيره الإسباني خطورة سياسة التصعيد الإسرائيلية، محذرا من مغبة سياسات الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول وتأجيج الصراع بالمنطقة وضرورة الضغط لعدم السماح بتوسيع رقعة الصراع، مستعرضا في هذا الإطار الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الدوليين لتهدئة الأوضاع في لبنان. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإسباني، ولبحث سبل إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة المختلفة.
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي تطلع مصر لقيام أيرلندا بمواصلة تقديم الدعم في إطار الاتحاد الأوروبي اتصالا بتنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية. وخلال اتصال هاتفي من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا ميهول مارتن، أشاد وزير الخارجية بالموقف الذي تتبناه أيرلندا حكومة وشعبا لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مرحبا بالسياسة الأيرلندية الهادفة لوقف الحرب على قطاع غزة وتحقيق النفاذ الإنساني السريع والآمن للمدنيين في القطاع. من جانبه أعرب وزير خارجية أيرلندا عن قلقه البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة. أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الوضع في المنطقة قد دخل مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة بعد اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكرى. وأكد نصر الله أن تصاعد المعارك مع إسرائيل يتوقف على سلوك سلطات الاحتلال وردود فعله، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء في قواعد الاشتباك. كما أكد أن حل الوضع الراهن لن يكون إلا بوقف العدوان على قطاع غزة. وشدد نصر الله أن رد الحزب على اغتيال شكر آت لا محالة، مؤكدا أن الرد لن يكون شكليا وسيكون ردا حقيقيا. أجرى وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هيلي محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري في بيروت خلال زيارتهما للشرق الأوسط. تأتي زيارة المفاجئة لوزيري الخارجية والدفاع البريطانيين إلى بيروت بهدف تهدئة التوترات الإقليمية المتزايدة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي، مما يهدد بجلب المزيد من الاضطرابات إلى الشرق الأوسط. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أهمية تنفيذ المشروع القومي للتطوير المؤسسي بعد الانتهاء من تقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي ووضع الخطط المبدئية للعمل خلال الفترة القادمة. وخلال كلمته بورشة العمل الخاصة بالمشروع القومي للتطوير المؤسسي للقطاع الصحي والتي عقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أكد وزير الصحة أن القيادة السياسية تولي دعما كبيرا لملف الصحة في مصر، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى إثارة الحوار حول السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية لتشمل تنمية الإنسان صحيا ونفسيا وعقليا. أكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن سوق الدواء تشهد التوافر التدريجي لكافة الأصناف الدوائية التي تعددت الشكاوى بشأنها بشكل تدريجي على مدار الشهرين المقبلين، موضحا أن الهيئة بدأت بشكل موازن في تنفيذ خطط شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة، ذلك لزيادة معدلات تصنيعها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الدواء لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق. الهيئة بتاخد إجراءات بتبتدي من توافر المادة الخام، لأن ده المادة الرئيسية في صناعة أي منتج دوائي. فإحنا النهاردة بنبني مخزون استراتيجي من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء لأهم المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري. فده اللي إحنا بنعمله النهاردة. توفر الدواء معناه كمان إن لازم يبقى موجود في كل سلسلة الإمداد ابتداء من الصيدلية للمخزن للموزع وبالتالي رجوعا للمصنع. We'll be right back.
عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي اجتماعا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد الوزيران على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية وإعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية. تتواصل بالمدينة المنورة فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب في دورته الثالثة، والذي تشارك فيه 16 دولة عربية وأجنبية. تعد مصر ثاني أكبر دول المشاركة بعد الدولة المضيفة السعودية، حيث يشارك ما يزيد عن 80 دار نشر مصرية في المعرض. 300 دار نشر عربية وأجنبية من 16 دولة تعرض أحدث إصداراتها في المجالات المعرفية والعلمية والأدبية، وذلك خلال مشاركتهم في الدورة الثالثة لمعرض المدينة المنورة للكتاب. الأمانة مشاركة فريدة جدا من نوعها، بكون الجمهور يعني مختلف عن باقي مناطق المملكة والباقي الفئة الجمهورية اللي تغطيها المعارض، تعكس الجانب الثقافي والديني للمدينة المنورة وتبرزه. معرض مهم يمثل حالة ثقافية مميزة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى معرض الرياض وجدة والمعارض الأخرى. يوجد مساحة مخصصة لقسم الأطفال ولدورها وأهميتها في تربية الأجيال القادمة العربية والإسلامية. الأطفال من سن 3 سنوات إلى 12 سنة عد لهم المعرض برنامجا متكاملا وشيقا يتضمن أنشطة تفاعلية لتنمية مهاراتهم، إضافة إلى الأجنحة المختلفة المشاركة والتي تعرض كتب الأطفال بطريقة شيقة. المشاركة المصرية دايما مشاركة متميزة، وده إن دل فيدل على التنوع الكبير وعدد الناشرين الكتير الموجود في مصر، وكمان حرص المصريين على المشاركة في معرض المدينة وفي كل المعارض العربية. جذب الأطفال طبعا، أول شيء هي معرفة احتياج الطفل أو احتياج المرحلة اللي هو فيها هذه الطفل في هذه السنة. فإحنا في الدار الآن نربط تقريبا عملنا في الميديا الجديدة إنه من خلال الكتاب الصوتي. ورغم أن معرض المدينة المنورة للكتاب انطلقت فعاليته بالأمس، إلا أنه شهد إقبالا جماهيريا كبيرا ظهر واضحا في نسب الحضور وحجم مبيعات الكتب. تنظيم من أحسن ما يكون، وتنوع المواضيع في الكتب الموجودة ما شاء الله، والناشرين دور النشر المختلفة والكتاب ما شاء الله والمؤلفين، من يعني تنوع رائع ما شاء الله. إقبال جماهيري كبير على الأجنحة المختلفة لمعرض المدينة المنورة للكتاب في دورتها الثالثة، وبخاصة جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، والذي يضم مجموعة من أندر وأقدم المخطوطات والكتب، ومن هذا الكتاب لصحيح البخاري الذي طبع في المطبعة الأميرية بالقاهرة عام 1286 هجرية. من معرض المدينة المنورة للكتاب، لمياء موافي، التلفزيون المصري. عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من ملتقى الإبداع الإعلامي للشباب العربي الذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري. ويهدف الملتقى إلى جمع نخبة من كبار الإعلاميين وصناع القرار الإعلامي من مصر والعالم العربي لتبادل الخبرات وتعزيز فرص الابتكار في المجال الإعلامي بين الشباب العربي. ويأتي هذا الحدث في إطار دعم الأكاديمية للابتكار والإبداع في الإعلام، ويعكس التزامها بتعزيز التعاون الإعلامي وتطوير المهارات الإعلامية للشباب في المنطقة. بنؤمن بأن الشباب هم مستقبل، الشباب هم دول يعني ذخيرة أمتنا العربية. مصر دولة شابة، دولنا العربية دول شابة، بيحصدنا الكثيرين على شبابنا. فلابد النهاردة يعني في ظل اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، بتيجي هذه القمة، قمة الشباب
قمة للإبداع الإعلامي، لأن كلنا شايفين قد إيه تطورت الأدوات، كيف الرقمنة أصبحت هي السائدة في هذا العصر. الجامعة الدول العربية تولي اهتمام كبير لقطاع الإعلام لكون هذا القطاع مهم جدا في توعية وتثقيف المجتمعات العربية وتوعيتهم بقضايا المختلفة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الدليل على اهتمام جامعة الدول العربية أيضا هنالك قطاع متخصص يضم في هيكليته 4 أو 5 إدارات، بعض تعنى بعضها، إحدى هذه المنظمات تعنى بما يسمى بالإعلام الجديد والخاص بمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم المؤتمر الإعلامي والصحفي للإعلان عن وجود نسخة أولى تحمل عنوان قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي برعاية من جامعة الدول العربية وأيضا من معالي السيد رئيس مجلس الوزراء وباهتمام وبتوجيه بالغ من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب أنه يتوجه إلى عالم الآي تي والبرمجة وأنه يبقى له دور في الصناعة بالنسبة لعالم الرقمنة بصفة عامة. قمة أصلا هادفة للشباب العربي على جميع المستويات، سواء الشباب على مستوى الشباب الجامعي، شباب الخريجين العرب كلهم، وده عشان أول حاجة زي ما حضرتك تفضلت وقلت دعم العلاقات بين الدول العربية كلها من خلال النواة بتاعتها الأساسية والطاقة الأساسية اللي هو الشباب العربي. والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال ومحمد عبد الله. أهلا بك محمد. أهلا بك زهر وأهلا بك مرنا. مشاهدينا إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشان متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة. أكد وزير البترول كريم بدوي دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسي لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري. وخلال لقائه ممثلي شركة تشارد كابيتال الإنجليزية بالعالمين الجديدة شدد بدوي على الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن خطة الحكومة للعام الحالي تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية من الصحة والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى توزيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال لقائها المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ناديندا باراشاد والوفد المرافق لها، ناقشت المشاط سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الدور الهام للمطورين الصناعيين في تطوير المناطق الصناعية وتوفير أراضي صناعية مرفقة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وخلال لقائه مع وفد شركة بولاريس بارك
أشار الوزير إلى ما يسهم به تطوير المناطق الصناعية من توطين وتعميق للصناعات المصرية، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض جهود شركة بولارايس في السوق المصرية، حيث نجحت في تنفيذ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار وتوفير 65 ألف فرصة عمل، لافتا إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 120 مليون دولار لتنفيذ مشروع لتطوير 2.6 مليون متر مربع في أكتوبر الجديدة، ولافتا إلى أن الشركة تدرس التوسع في نشاطها داخل العاصمة الإدارية الجديدة. أكدت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد المتقدمين الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، ما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل، رغم أن معدلات الطلبات يميل إلى أن يكون متقلباً في هذا الوقت من العام. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 14,000 لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 249 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 من يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. قرر بنك إنجلترا المركزي خفض الفائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا، بعدما أبقى عليها دون تغيير عند أعلى مستوياتها في 16 عاماً عند 5.5% منذ أغسطس 2023. وأعلنت لجنة السياسات النقدية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وأكد بنك إنجلترا المركزي أن التضخم سيظل منخفضاً وأن نكون حذرين من عدم خفض الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى سحر ومرنا. شكراً لك محمد. وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يودعو الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته لمصر، ويثمن العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. خلال ترأس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، مدبولي يؤكد تسلم مصر الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. إيران تشيع جنازة هنية قبل نقله إلى الدوحة بالتزامن مع اجتماع لفصائل فلسطينية يمنية لبنانية عراقية في طهران لبحث الرد على اغتيال رئيس حركة حماس. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء.